الرياضة رياضة رياضة فهمتني في كل جامعات العالم عندما تشوف المستوى نتاع الرياضة عالي تلقى المستوى نتاع العلم التعليم عالي هذه علاقة جدلية ما بيناتهم وفير تريز اتونسيون الطالب احنا نتمنوا الطالب عندما تكون تضيق عليه شويه ولا يتعب في الدروس ولا هذاك عنده الرياضه يروح السباحه عنده الجمباز عنده كره القدم كره الى اخره دونك الرياضه لها مكانتها لها مكانتها في الجامعه ان شاء الله نرجعوا الى الثانويات من الابتدائي في الحقيقه ولكن الثانويات والجامعه يظهر لي لازم تكون حتميه باش تكون الرياضه كمحور اساسي في التعليم العالي.